السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. أولا بنشكر الناس اللي دعمونا بالاشتراك في القناة، واللي شاف القناة وما اشتركش لحد دلوقتي بنقول له اشترك الآن في القناة، وبنشكر الناس اللي كتبت التعليقات. موضوع النهاردة الفقاسة اليدوية موفرة في الكهرباء. كان في حد سألني الفقاسة فيها 4 لمبات، يعني ممكن تكون بتستهلك كهربا كتير. احنا هنجرب قدامكم واحنا بنصور، مش هنقفل الفيديو من اول ما الفقاسة تنور لحد ما الفقاسة تطفي لوحدها. نشوف اشتغلت كام دقيقة وانا اقول لكم هي بتطفي بعد كام دقيقة. ايوه اهو اهو العداد اهو قدام حضراتكم، مش باين ليه؟ اهو لحد ما تطفي. اشتغل نشوف اشتغلت كام دقيقة. باين النور لحضراتكم ان هي منورة، النور باين والعداد باين قدام حضراتكم، ونشوف هتطفي بعد كام دقيقة. تمام، دقيقة و3 ثواني وتلاتين من مية من الثانية. دقيقة و3 ثواني العداد قدام حضراتكم اهو، يعني ممكن دي نقول دقيقة تشتغل دقيقة، يعني اما البنا دوست على الزرار طفت بعد دقيقة. هي بتشتغل تاني بعد حوالي ربع ساعة، وده بفضل انها بتحافظ على الحرارة، بفضل ان متغلفة ورق الالومنيوم من الداخل، والترموستات اللي بيتحكم في الوقت في درجة الحرارة، بأن هو بيفصل في الوقت المطلوب بعد درجة الحرارة ما بتوصل إلى الدرجة المطلوبة. يبقى هي بتشتغل بعد بتقعد تشتغل دقيقة وبعدين تطفي حوالي ربع ساعة زي ما قلنا لحضراتكم. نتمنى تكونوا استفدتم من موضوع النهاردة. من فضلك اشترك في القناة، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.